راديو نيل لسه مكملين معاكم مع اخر ثلاثي لاضواء نغم اف ام النهارده واخر سبت معاكم في رمضان، وبنتكلم النهارده عن المرتب طاير وحير ورايح على فين. ودينا معاك ارجوك، بس عامه يعني انت هتكون من انهي فريق من الثلاثي اللي معانا النهارده؟ اول فريق هو بسبب العيديات والكحك ومستلزمات العيد، ولا الفريق التاني اللي هو بسبب السفر والخروج، ولا بسبب العزومات واللمه الحلوه يا رشدي؟ يا اهلا وسهلا. يا هلا يا هلا. مساء الفل. وانت طيب، ورمضان كريم وعيد سعيد عليك يا رب. جميع النغمويه طيبين كده ان شاء الله. يا رب يا رب. يلا نسميهم النغمويه يعني. ايوه سامع نغم اف ام. طيب قول لي بقى، انت هتكون متابع انهي فريق النهارده؟ والله عايز اقول لسيادتك على حاجه. اتفضل. انا بالنسبه لي يعني اذا كان على السفر بيبقى المكان يعني ملك الواحد، فعشان كده اللي يصرفه هناك يصرفه هنا، واخد بالك؟ فدي بستبعدها. اوكي. بالنسبه عمليه بقى، لا بس ثواني، ما هو السفر برضو بيصرف اكتر. ما هو بس يعني ما هو لازم يعني هيبقى في زياده شويه، مش معقول هتبقى بالظبط يعني. اكيد طبعا، ما هو ده اللي انا بتكلم فيه، ان السفر بيحب دايما الحاجات الجديده والمختلفه. اقول لك على حاجه، انت لو في بقى الواحد بيبقى بيظبط امور حياته، بيبقى عامل حسابه للحاجات دي يعني المواسم والاعياد. لازم يبقى شايل حاجه على جنب، او يبقى في عنده مثلا حاجه اضافي، لان عشان بس لو صرفت طب هعيش بقيه الشهر ازاي؟ بالظبط، هي دي كل الحكايه والزتونه بتاعت الحلقه النهارده، ان احنا مرتب الشهر ده يا جماعه. احب اقول لكم معلومه مهمه جدا جدا، وان هي مش لبهجه العيد بس. يعني انت بكره على اخر الاسبوع الجاي بقى عايزه تقبضي تاني. بالظبط كده، يعني اوعى بهجه العيد تنسيكوا المرتب ده لحد اخر الشهر. ايوه بعد كده بقى نقول غني ظلموه. بالظبط. لا لا لا، ان شاء الله مش هنغني ظلموه. طيب ماشي، يعني انت مش تبع الفريق اللي هيسافر. طب الفريق، لا لا لا. انا بالنسبه لي هو بند العيديات ومستلزمات الكحك ده هو اكتر بند بياخد ايه الفريق الاولاني يعني. طبعا، لان هو اصل هو الفرح، هو العيد فرحه، وهي دي بتاعته يعني، واخد بالك؟ يعني بالذات الاولاد لو كبروا حاجات من دي بتبقى خلاص بقى العمليات. لا 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 لا، لحظه هنا والنبي، علشان ايه ما ينفعش ان يعني ايه الكبار؟ لا لا، هو ولادي خلاص يعني. لا مفيش حاجه، يا رب يكونوا بيسمعوني دلوقتي ولادك، علشان متجوزين ومخلفين، فدي بالبند رايح لهم هم بقى اللي بيصرفهم فيها. لا بس برضو ماشي، انا هقول لحضرتك حاجه يعني، ممكن لو بنات اتس اوكي ماشي ياخدوا عاديات. لا والاولاد والله حلو جدا، انا مش هقول لا، انا مش هقول لا عامه في جمال. لا بنوتي رحاب، بنوتي رحاب من ايام ما كانت لسه صغيره بدأت لي عيديتها، وكنت لازم اعمل لهم كده عقد كده من العيديه مع بالونات، يصحوا من النوم يلاقوها كده، فكان بيبقى شو حلو ليهم يعني، بتبقى لها فرحه يعني جدا اكيد. طب انت لغايه دلوقتي ما بتعملش الحركه دي، العقد اللي انت بتقول عليه ده؟ ما خلاص بقى يعني، كل واحد في بيته بقى. طيب للاحفاد لو في احفاد لها بقى. طيب للاحفاد لو في الاحفاد، ما في طبعا احفاد، ما بيجوا بقى البيت عندنا بيلاقوا كل الخير بقى ان شاء الله يعني، واخد بالك؟ لو بعدين هم بيبقوا اساسا جايين يعني فين يعني، مثلا يعني عندي ابني الكبير طبعا قاعد في استراليا، جاي السنه دي معانا وعيد معانا ورمضان معانا. حلو قوي. وطبعا ابنه الكبير يوسف عايز بالدولار. ماله يا جدو، يلا يلا مش مشكله. يقول لي 500 دولار كمان يعني، هو بيتشرط على العيديه تبقى دي كلهم جنيه يبقى ماشي. ربنا يخليك ليهم يا رب. فهي لازم الانسان، بصي لازم الانسان يظبط اموره عشان تبقى يعني. طيب على كده انت حاطط خطه تانية في حاله حصل اي عطل مفاجئ للمرتب؟ اول شوفي على حضرتك الحاجه، اول شهر رمضان اول حاجه الواحد بيعملها هيبدا عمليه تغيير الفلوس الجديده. اوكي. دي لها وضع تاني يعني، دي بهجتها يعني احلى من لبس العيد والكحك نفسه والله. لا الفلوس طرقع. ايوه بالظبط كده، واخد بالك؟ دي حاجه خلاص، بنخلص من البند ده، بنبقى نخش بقى على البند الاخير بقى زي ما انت قلت كده، علبتين الكحك، واحده للنعناع من نص رمضان. ايوه والثانيه بقى
التالف اللي بتفتحيها بقى للي يجي لك ضيوف بقى وكلام بالظبط من ده عشان نتأكد كده ان احنا اتملينا سعرات حرارية واتملينا كالوريز، يعني لما نقول يا فاز بنخش على الميزان بعد كده. ايوه بالظبط، الميزان والله هيطفش مننا بس ما علينا، مش مشكلة نبقى نتصرف بعدين، نبقى نظبط امورنا بعد كده. ايوه دكاترة التغذية بقى ربنا يخليهم بس لنا. والله بقى فتبقى العملية. والله شوفي اقول لك على حاجة، الواحد دايما بيبقى داخل على رمضان، والله انا بكلمك بجد، بيقول يا ترى هيعدي ازاي؟ يعني بالظبط. بعد الواحد بيبقى اكيد كل الناس بتبقى، مش كل الناس يعني، في مليهيسر وفي اللي بيبقى مزنوق وفي اللي على ايه مش على، فربنا بيعديها بقى بالظبط، بجد والله هو العظيم. ده اللي يعني احنا سر فعلا ايه بقى؟ سر ايه؟ محدش يعرف، دي بتاعت ربنا، محدش بركة يقدر ربنا يخفي. بس كده. والله العظيم شكرا. تلاقي رمضان يعدي من غير ما تحسي دي بيه، حقيقة، ويمكن الخير فيه جامد وكل حاجة، دي حقيقة، دي حقيقة. وكل سنة وانتم طيبين. وانت طيب ورمضان كريم وعيد سعيد عليك يا رب. دلوقتي في برنامج ليكي في العيد ولا مفيش؟ يعني هنشوف كده، ده هنشوف. السنة اللي فاتت كان العيد كبير، صح كده؟ بالظبط كان كده، برنامج اسمه العيد كبير. بالظبط كده. ان شاء الله يعني نتقابل على الف خير، يعني بإذن الله ان ربنا شاء الله. يكرمك. كل كل سنة وانت سنة وانتم طيب. طيبين والمستمعين كلهم طيبين إن شاء الله. باي السلام باي. عليكم. باي باي. السلام عليكم.